هاي طلعت الابوة. الناس كلها منتظرة باع. منتظرة الاسد. هاي عود مسويين نهر شلون الاجانب يسبحون بيه الاسود وهالشغلات. وعجتني من هي الابوة. جاي تلعب بالنهر تسبح فيه. رخيصة. تاكل بش اسمه تطير من الجوع. لا حول. يمكن حامل بابا طنها كبيرة. جت هنا تقول شوفوني شلون اني قوية ما اخاف من انسان سباعي. خلاص راح اجيب ليش اسوي يا رحبان طيب كرادة تجيب طفل بس ما قدرت بس ما ادري شنو يوقع من جوا بلكي تكتبونا بالتعليقات شنو جاي يوقع خاف مريضة شي بعد استغيق وزتي.